هذا الفيروس كوفيد 19، ولو ما عندكش إجابة قول لي، لأنه في ناس قالت أنا ما أعرفش، هل هو زي ما اتقال سلاح بيولوجي أو طبي اخترع في الصين وكان من 2015 لكي يستخدم لفتك البشرية، ولا هو خطأ في البحوث، ولا إيه هو بالظبط المنشأ إيه؟ بص حضرتك، إحنا في كلية الطب ولا درسنا ولا ذاكرنا الكوفيد 19. الكوفيد 19 دي حاجة جديدة على العالم. طلعت إزاي؟ طلعت من معمل في بلد اسمه ويهان في الصين. بيقال وليس أكيد هو خروج هذا الفيروس بدون قصد من المعمل. كويس، وابتدى ينتشر في الدنيا كلها. ما فيش حقيقة ثابتة مع الكورونا. كوفيد 19 ما فيش حقيقة ثابتة. يعني احنا اول ما قلنا ده هيجي في الصيف وهينتهي عشان بيموت من الحرارة، ما ماتش. قلنا هناخد المصل بتاعه عن طريق ان احنا ناخد البلازما من عيان بتاع والدنيل للتاني، ما ينفعش. قلنا هي الهيدروكسيكلوروكوين هيقضي عليه، ده العلاج المفروض. ورئيس امريكا طلع قال لك انا باخد هيدروكسيكلوروكوين والعالم كله صنع هيدروكسيكلوروكوين بكميات رهيبه، وطلع ملوش فايده. مفيش حقيقه ثابته نهائي من زور هذا الفيروس حتى يومنا هذا، الا حقيقه واحده بس، غطي وشك واغسل ايدك. بس دي الحقيقه اللي ثابته من سنتين لحد النهارده، انك انت تقي نفسك، انك تغطي وشك زي ما حضرتك قلت، لازم تلبس كمامه وتغسل ايدك. بس لكن موضوع اللمس ده في بعض الابحاث قالت لك لا، اللمس الرذاذ بس. ما هو الرذاذ هو حلاوه الفيروس ده، انه تقيل. يعني ايه؟ يعني بيمشي ومش هيفضل معلق في الهواء، هيقع بعد متر او مترين. كويس، فانت لو ما في مسافه بيني وبينك مترين، حتى لو الرذاذ طلع مني هيجي فين؟ هيجي في عينيك. كويس، لو جه في وشك مش هيعديك، يعني ممكن من العين. هو اي ميكوزة من العين ومن الفم ومن البق بس. عشان كده احنا بنقول ايه؟ البس ايه؟ فيشل او ماسك ونضاره. كويس، لان ممكن يجي من عين فعلا. طبعا معلومه جديده. لا، يجي من العين، لان الرذاذ ده بيجي يطير ويجي يخش في العين. عيبه بقى ان الفيروس ده هو فيروس مصنع. لكن حقيقي انا ما اعرفش المعلومه، لكن كل الحاجات بتؤكد ان هو خارج من معمل من ويهان بدون قصد. ويهان. طب مصنع دي قالوا انه يعني تطوير للكوفيد 19 للسارس. بالظبط، صح كده، تجارب هما بيعملوا. تجارب الصينيين، انه ده نيو فيجن من السارس. بالظبط كده. طيب احنا قلنا بدا ازاي، هل تتوقع انه سينتهي ولا هنتكيف بقى كانه انفلونزا؟ لا، ما ينفعش نتكيف معاه على انه انفلونزا. ولو احنا تكيفنا على فيروس ده انفلونزا، هيضيع مننا، هيقع مننا ناس كتير جدا. احنا لازم نعرف ان الكوفيد 19 هو فيروس يؤدي الى الموت، ولازم نتعامل معاه بهذه الصفه، ولازم نعرف ان الفيروس ده قاعد معانا شويه. قد ايه؟ مش اقل من 5 سنين. يا ليه؟ عشان احنا عاوزين المصريين كلهم يطعموا، والعالم كله يطعم. كله ولا 75% اللي هم اللي نصل لمناعه القطيع كما يقول؟ لا، العالم كله يطعم والمصريين كلهم يطعموا، وفي نفس الوقت ما يتعديش حد جديد. لان التطعيم مش جارانتي ان انت ما يجيلكش. التطعيم 70% و90% و60% نتكلم عليها لما نيجي للتطعيم.